أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن طباعة إيران لأوراق نقدية يمنية مزورة ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي والدولي. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات الإيرانية متورطة في طباعة أوراق نقدية يمنية مزورة، وذكر بيان الخزانة الأمريكية أن الشبكة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وهي تدعم المنظومة الإيرانية في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. يأتي هذا التحرك الأمريكي بعد أن ألقت القوات الحكومية خلال الأشهر الماضية القبض على شحنة من العملات المزيفة كانت في طريقها لجماعة الحوثيين في صنعاء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: تبعات استمرار إيران في دعم الجماعات والفصائل المسلحة، وهل ينجح التحرك الدولي في التقليص من التدخل الإيراني في المنطقة. نبدأ الحوار مع ضيوفنا بعد مشاهدة هذا التقرير. في تحرك الغرض منه مضاعفة التحديات التي تواجه النظام المالي الهش في اليمن، كما يقول اقتصاديون، ها هي إيران تعود عبر أفراد وشركات لطباعة أوراق نقدية يمنية مزورة، موضوع حمل العديد من الدلالات وأعاد الأنظار إلى مدى توغل الدور الإيراني في الشأن الداخلي اليمني، وعن الأبعاد التي شكلت هذا التدخل المرفوض محليا والمحارب دوليا. وزارة الخزانة الأمريكية وفي جديد تحركها فرضت عقوبات على شبكة إيرانية لطباعة أوراق نقدية يمنية مزورة حسب ما ذكر بيان الوزارة. البيان قال إن الشبكة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني استوردت معدات ومواد متقدمة من أوروبا التي يحتمل أن تكون قيمتها مئات الملايين من الدولارات. العمل الذي وصفه متابعون بالمخطط المدروس كان الهدف منه إغراق السوق المالية بالعملة المزيفة، وهو الأمر الذي لن يؤثر على الاستقرار المالي اليمني فحسب، بل سيكون له تأثير أيضا على النظام المالي الدولي. التأثير على الاستقرار المالي المحلي يعني بالمجمل إضعاف القوة الشرائية للمواطنين وتقويض وظيفة القطاع المصرفي، وهذا ما سيكون له تأثير على المواطنين ويجعلهم يدفعون تبعات التكاليف المترتبة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشهد تحركاً إيرانياً في هذا الشأن، فقد ألقت القوات الحكومية خلال الأشهر الماضية القبض على شحنات من العملات المزيفة من فئة 5000 ريال كانت في طريقها لجماعة الحوثي في صنعاء. لا تتوقف الدولة الإيرانية إذن عند دعم الجماعات المسلحة بشحنات الأسلحة المختلفة، بل إن لها دوراً آخر يتلخص في توغلها السياسي والاقتصادي وتقديم نفسها النموذج الأصلح للأخذ به في العالم العربي، وإن كان ذلك على حساب إغراقه في حروب لا تبقي ولا تذر. ينضم إلينا من إسطنبول الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أهلا بك أستاذ حسام. إذن عملات يمنية مزورة طبعتها إيران، ما تأثير ذلك على الاقتصاد اليمني؟ أهلا بك. هذه الآثار الحقيقة آثار مدمرة، لأنها أولا ستنعكس على خسارة كبيرة لمن يتلقى هذه العملات أو من يتعرض للاحتيال الذي تقوم به أو من ورد هذه العملات إلى الداخل، وهي بالطبع السلطات الحوثية، سواء كان أشخاصا أو بنوك أو حتى مؤسسات تجارية مختلفة. هذه الخسارة تتمثل في خسارة مباشرة بسبب أن الأموال التي تصل إليهم أو العملات هي عملات ذات قيمة صفرية وتحمل بالتالي خسارة كبيرة. هذا من جانب. من جانب آخر ستنعكس الخسارة أيضا في صورة زيادة في العرض النقدي أو الكتلة النقدية داخل البلد يعني، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب يعني. وجود أصلا العملات وإن كانت غير مزيفة ولكن بدون غطاء من العملات أو من إنتاج يقابل وجود هذه العملات يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار، فكيف وهي عملات مزورة؟ هذا من جانب. الجانب الآخر وهو جانب الأكثر قتامة هو جانب الذي يؤدي إلى فقدان العملة نفسها إلى الثقة في الجماهير. طبعا هي ذات قيمة متدنية، إضف إلى ذلك أن تكون مزورة، وبالتالي هناك ستكون نظرة تشاؤمية كبيرة جدا، لا يستطيع المواطن الثقة ولا حتى البنوك أو كذا، وبالتالي سيضطر قطاع كبير من المواطنين ومن المتعاملين سواء بشكل عام يعني في إلى استبدال العملة أو التبادل أو التعامل بالعملة المحلية إلى عملات أخرى أكثر أمانا. هذه النقطة مع الأسف ستعكس تدهورا كبيرا في قيمة العملة اليمنية بسبب قلة الإقبال عليها،
طيب انعكاس هذا التدهور على القطاع المصرفي وحياة المواطنين؟ بالنسبة للقطاع المصرفي سيكون الآن الحقيقة معرض لمشاكل وتهديدات كبيرة. أولا بالنسبة للقطاع التجار مثلا أو القطاع التجاري سيكون مهدد بخسارة كبيرة في حال تورط في صفقات معينة أو تعرض الحقيقة إلى عمليات احتيال كبيرة بهذه العملات المزيفة، وبالتالي خسارة أو خسائر صافية كبيرة جدا. بالنسبة للقطاع المالي هو مستهدف بشكل أساسي تقريبا، أو يعني عادة يكون البنوك أو المؤسسات المالية مستهدفة أو بداية أولى بعملية تزوير. مشكلة هذه النقود أنها تحمل أو قادمة عن طريق ربما شخصيات كبيرة في الجماعة الحوثية، وهذا يفسر مستوى أيضا التواصل الكبير مع الشركات التي قامت بطبعتها في الخارج والشركات الإيرانية، وبالتالي ربما يكون هذا الأمر أو يسهل وقوع التجار أو البنوك فريسة لهذه المشكلة أو الخسارة التي تترتب على الدخول في صفقات أو الحصول على هذه الأموال مقابل تقديم خدمات أو أموال صرف عملية صرافة مختلفة. هذه النقطة الأساسية، وبالتالي البنوك هي كما ذكرت ربما تكون الهدف الأول للشبكات الاحتيال الحوثية بهذه النقود. ستكون الخسائر بطبيعة الحال أولا خسائر صافية، عبارة مثلا يعني العملية ببساطة يمكن نحسبها سواء على البنك أو على المواطن البسيط، حينما يكون لديك في يدك 5000 ريال تذهب إلى السوق لشراء سلعة معينة، تصادف أو تتفاجأ بأن هذه العملة التي حصلت عليها سواء عن عمل أو سواء عن بيع شيء معين أنها مزيفة ولا قيمة لها، أي أنها تحمل قيمة صفرية في يدك، وبالتالي أنت تعرضت لعملية احتيال كبير. هذا المفهوم المبسط للخسارة التي يتعرض لها المواطن، وبالتالي يمكن توسيع الحالة أو الفكرة على المؤسسات أو على البنوك. طيب وشرك معنا بالنقاش من الرياض المحلل السياسي سليمان العقيلي، أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا، مساء الخير، أحييك وأحيي مشاهديكم، وبس الصوت عندي ضعيف الكاد أسمع صوتك. تسمعني الآن طيب بشكل أوضح؟ لو الزملاء في الكنترول فقط يرفعوا صوتهم. نعم. تسمعني الآن أستاذ سليمان؟ نعم أسمعك. أستاذ سليمان، تحركات عديدة إذن لإيران في المنطقة، الجديدة اليوم الكشف عن شبكات طباعة وتزوير للعملة اليمنية، برأيك كيف سيؤثر ذلك على المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن والخليج؟ نعم، أنا لا يخالجني شك أن إيران تشن حرب شاملة على اليمن اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وسياسيا. طبعا بدأت في تقديم السلاح لفئة صغيرة من اليمنيين التي تسلطت على أغلبية اليمنيين، وفي مجال الاقتصاد نرى الآن ويتنامى لنا المعلومات الأولية عن التخريب الإيراني للاقتصاد اليمني بطباعة أوراق نقدية بدون غطاء، أوراق مزورة مؤكد. خبرة إيران في التزوير وفي الإرهاب الاقتصادي والسياسي خبرة واسعة جدا، وهذا يفسر لنا معدلات التضخم العالية التي شهدها اليمن والانخفاض الشديد للانحدار للعملة اليمنية. الآن تبين لنا من يقف وراء هذا العمل التخريبي. طبعا هذه الحملة الشعواء على اليمن أمنا واقتصادا وفي كل الأبعاد الحرب الشاملة تؤثر أيضا على المملكة العربية السعودية، لأنه العملة اليمنية تتسرب إلى المملكة العربية السعودية، لكن المعايير التدقيق والرقابة في المصارف السعودية وفي السوق السعودية أقوى منها في اليمن نظرا لوجود سلطة قوية. ولذلك فالمهمة الحقيقة مهمة جسيمة جدا لمواجهة هذا العدوان الإيراني على اليمن وعلى المملكة العربية السعودية، لأن الرياض نالت من الصواريخ الإيرانية وهي ستنال من الأوراق النقدية المزورة الإيرانية. هذه حرب شاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ضد الجمهورية اليمنية وضد
المملكة العربية السعودية كلها. طيب كيف يمكن مجابهة هذه الحرب وهذا التطور الجديد في هذه الحرب من قبل التحالف العربي؟ هل الخليج يملك أدوات معينة لمجابهة هذا التطور؟ أنا أعتقد أنه الخليج الآن يخوض حرب شاملة مع إيران. لا أقصد في موضوع العملة المزورة الآن. نعم، في إطار العملة المزورة أنا أشرت في إجابة الأولى إلى أن هذه العملة ستتسرب إلى المملكة العربية السعودية. أنا لا أدري عن مستوى موثوقية الريال اليمني في المصارف السعودية، لكنه أنا أعتقد أن المناطق الحدودية الريال اليمني موجود، ولذلك أنا أتوقع أن هناك ستكون هناك خطة رقابة وخطة تصدي اقتصادية سعودية خليجية لهذا العمل الإرهابي الاقتصادي، أنا أسميه الإرهاب الاقتصادي، لأن إيران يعني لديها خبرة في كل فنون الإرهاب، الإرهاب السياسي والإرهاب الاقتصادي والإرهاب العسكري، وهي الآن تحاربنا بالريال اليمني. وعلى كل حال أنا متأكد أنه فيه وسائل أخرى لحرب اليمن وحرب السعودية من قبل الدافعية الإيرانية، لأن الإيرانيين في واقع الأمر هدفهم الرئيسي هو إسقاط اليمن، لأن إسقاط اليمن أخي الكريم هو بالضرورة تهديد استراتيجي لأمن المملكة العربية السعودية. السعودية في كل أوضاع اليمن هي متضررة، إذا ضعف الاقتصاد اليمني ستتضرر الاقتصاديات السعودية والخليجية، لأنه يبدأ موجة الهجرة والتهريب وطبعا إضافة إلى ما تتحمله دول الخليج من أعباء يعني دعم الخزينة اليمنية. الإيرانيون ليس لهم هذه المسؤوليات، لا دعم الحكومة ولا دعم الاقتصاد، دعم الإرهاب والإرهابيين، وهذا فن يجيده الإيرانيون في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، وأعان الله المسؤولين اليمنيين. طيب تبقى معنا أستاذ سليمان، أعود مرة أخرى لضيفنا الأستاذ حسام. أستاذ حسام، باعتقادك ماذا تريد إيران من هذا الفعل، ولماذا اختارت العملة اليمنية؟ الحقيقة أن استهداف اليمن هو ليس مقصودا لشيء يعني غير واضح. المسألة هي في إطار حرب إيرانية في المنطقة سواء في اليمن أو غيرها، وهذه هي إحدى وسائل الدعم التي تقدمها الحركة الإيرانية إيران للحركة الحوثية. وصول أموال ليد الحوثيين وأموال بهذه السهولة يعني قدرة على التدنيد، القدرة على الحشد، القدرة على حشد مجندين، وهي أيضا من جهة أخرى يعني إضعاف للحكومة الشرعية في الجهة المقابلة عن طريق إضعاف الحالة الاقتصادية في الداخل، وإلقاء التهمة أيضا، ليس هذا فقط وإنما إلقاء تهمة التدهور الاقتصادي على البنك المركزي في عدن وعلى الحكومة الشرعية. وبالتالي فالهدف هنا هو هدفين في ذات اللحظة، وبالتالي هذا الأمر سينعكس سلبا بالنسبة للحكومة الشرعية، وأضف إلى ذلك يعني موقف التحالف، وإيجابا بالنسبة للحركة الحوثية لأنه سيخلق لديها قدرة على الانتعاش من جديد، انتعاش في الأسواق السوداء وانتعاش أيضا في الجبهات القتالية. طيب فقط التأثيرات هي الآن على الاقتصاد المحلي اليمني، أم ربما هناك تبعات لهذه الخطوة ربما على الإقليم والخليج من هذه الخطوة؟ يعني الحقيقة التأثير الأساسي سيكون على الداخل اليمني، لأن المتأثر الأساسي هو المواطن الذي يتعامل بالريال اليمني، وهو الذي ضحية الحقيقة لها عملية التزوير. أيضا هو المواطن، هو ربما حتى المعلم، الموظف،
البنك، التاجر، هذا هو هم الأساس. التأثيرات الخارجية هي ضعيفة إلى حد ما ربما، لكن في نهاية الأمر أي عملية تزوير لديها أثار يعني واسعة على النظام العالمي بشكل عام. ولكن الأثار، أنا في تصوري أن الأثار الرئيسية لهذه العملية قد تكون ربما محصورة بشكل كبير في الداخل اليمني بسبب التأثيرات المباشرة الاقتصادية. أتكلم الطرح الأخ الضيف الكريم أنه ربما هناك أثار على البنوك السعودية وإلى آخره. في الغالب معظم التعامل بين البنوك هي بالعملة السعودية وحتى في المناطق الحدودية. المشكلة الأساسية هي بالنسبة لوسطاء الناس الذين يقعون فريسة ولا يملكون أدوات كشف هذه العملات المزيفة، وبالتالي فهم الضحية الأولى الذين يتعرضون في حقيقة الأمر. ربما هناك أثر غير مباشرة ربما على الدول السعودية، على الدولة العربية، المملكة العربية السعودية، ولكن الأثر المباشرة ستكون على المواطن اليمني بشكل أساسي، سواء في تدهور قيمة العملة المحلية، سواء في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، سواء أيضا في الخسارة الصافية التي يتعرض لها مقابل الحصول على هذه الأوراق المزيفة. طيب سأعود لك أستاذ حسام. ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جوبيح. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. عقوبة جديدة إذن فرضتها الخزانة الأمريكية على شبكة تزوير أموال إيرانية متورطة في تزوير العملة اليمنية، ما أبعد هذه الخطوة وتبعاتها؟ هو يعني اعتقد انها على علاقه طبعا بالوضع الحوثيين في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها. هناك انعدام للسيوله لدى الميليشيات خاصه بما يخص طبعا العمله المحليه والعمله الاجنبيه، وبالتالي يتوقع ان هذه العمله ربما كانت جاهزه او انها قد ذهبت بالفعل الى ايدي الميليشيات. ما هو أخطر من ذلك أن هناك أيضا تقارير عن وجود مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية، الدولار المزيف المزور الذي يتم تبادله في صنعاء، والحوثيون بلا شك مراء هذه التجارة لأنها يعني هي مرتبطة. إذا ما لاحظت تاريخ حزب الله اللبناني وعمليات غسيل الأموال المستهم فيها من شبكاته في أمريكا الجنوبية إلى شبكاته في إفريقيا وأواسط آسيا وإيران بالطبع، كل هذه تعتبر شبكات متناثرة لكن رابطها واحد هو الرابط الإيراني. بالإضافة إلى أن الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له أو الحرس الثوري تحديدا قد اتهم بأكثر من مرة بتبييض الأموال وغسيلها، وهناك ايضا عقوبات دوليه عقوبات امريكيه واوروبيه على الحرس الثوري بشان هذه التعاملات الغير قانونيه فيما يخص غسيل الاموال. اذا هذا السوق او هذه التجاره او هذا العمل هو العمل الذي تجيده هذه الميليشيات ويجيد الحرس الثوري وهم مقتدرون بذلك. هذه الاعمال التي يدور فيها. طيب دكتور محمد، جدول العقوبات بما انك اشرت تاريخيا الى ان هذا هو من السلوك الايراني المتبع في المنطقه وادوه من ادوات في هذه الحرب التي يشنونها على المنطقه، جدوى هذه العقوبات من المجتمع الدولي الى اي حد هي قادره على وقف هذه الممارسات؟ والإيرانيون صراحة يلعبون في ملعب واسع وهم يدركون أبعاد هذا الملعب ويدركون أن الضغوط لن تكون يعني ثقيلة عليهم لسبب واحد. إيران تقول بأن أمريكا لا تستطيع أن تهاجم إيران أو أن تضغط عليها كثيرا لأن إيران تستطيع أن تصفى على الولايات المتحدة. طبعا هذه الدعاية الإيرانية، نحن نعلم بأن الإيرانيين وقوتهم ليسوا شيئا أمام القوة الجبارة للأمريكيين، لكن بالفعل كلامهم صحيح فيما يخص ان الامريكيين لا يضغطون او لا يريدون الدخول في مواجهه، لكن ليس للتبرير الايراني بان ايران قويه قادره على الدفاع عن نفسها، ولكن تبرير اخر وهو ان الغرب بشكل عام يريد ايران قويه قادره على اخلاق الامن القومي العربي ولكنها في الوقت نفسه ضعيفه لا تهدد المصالح الغربيه. ايران في هذه المرحله هي بهذا الشكل، قويه تهدد العرب لكنها ضعيفه أو أضعف من أن تهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تفيدهم إيران وتهمهم إيران، ولا يمكن أبدا أن يفقدوا هذه البقرة الحلوب الإيرانية التي تدر الحليب العربي بالطبع لأنها فزاعة يعني إيرانية أمريكية على العرب لشراء مزيد من الأسلحة ومزيد من طبقات التسلح ومزيد من الاعتماد في أحضان الغرب. إذا لا يبدو أن هذه الضغوط يمكن أن تؤتي ثمارها
خاصة إذا ما كان العقوبات على أشخاص كما ورد في العقوبات المذكورة فيما يخص طبع العملة اليمنية على أشخاص. الإيرانيون معروفهم أنهم يعني لديهم يعني آلاف الحسابات السرية ولديهم أيضا آلاف الأسماء المزورة لأشخاص ولشركات وهمية ولأسماء وهمية لأشخاص وغيرهم. بالتالي هناك شبكة معقدة يعني فيما لو أرادت الخزانة الأمريكية أن تتتبعها فإنها أن تفرغ لها فريقا كاملا. هذه الشبكة تمتد من الدول الاسكندنافية وهناك تقارير طبعا هناك إيرانيون اعتقلوا في هذه الدول على خلفية تبييض أموال. كذلك لا ننسى حكاية رجل الأعمال براب أو زراب الذي اعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية ورجل أعمال إيراني ولديه الجنسية التركية، هذا اعتقل على خلفية تبييض أموال وما إلى ذلك، تبييض أموال لصالح الحرس الثوري وعمليات تهريب أيضا بين تركيا وإيران لصالح الحرس الثوري الإيراني. إذا هذه شبكة طيب. معقدة. طيب دكتور يعني محمد استاذنك بالبقاء. طيب دكتور محمد لو تبقى معنا اشرك فقط معنا مره اخرى الاستاذ سليمان العقيلي. استاذ سليمان العقيلي، البعض وهو يبرر هذه الممارسات والتصرفات لايران من انصارهم طبعا يقول ان السبب يعود لان التحالف العربي اليوم يفرض حصار ويقلص على اليمنيين اقتصاديا فيضطر للبحث عن مصادر ماليه اخرى، ما ردك؟ أستاذ سليمان، أستاذ سليمان، طيب أعود للأستاذ حسام السعيدي، يبدو أن فقدنا الاتصال بالأستاذ سليمان العقيلي. على العموم شكرا جزيلا له لو كان قد غادر هذه الحلقة. أستاذ حسام، الآن ونحن نتحدث عن هذه المشكلة وتأثيراتها وتبعاتها، ما الذي يمكن فعله من قبل الحكومة الشرعية لتجاوز تأثيرات هذه الخطوة؟ هذا الأمر ربما كان متوقعا، وخصوصا أن القيادات الروسية من قبل ألمحت وربما صرحت بأنها تبحث عن مصادر لطباعة العملة المحلية، ولأنها حكومة أو لأنها غير شرعية فلم تجد إلا هذه الوسائل الملتوية والتي تدمر الحقيقة الاقتصاد ولا تفيده، ولكن هي في النهاية تضمن لها الانتعاش. كانت النقطة المتوقعة أن تقوم الجماعة الروسية بالبحث عن أو بمحاولة إدخال عملات مزيفة من فئة 500 ريال التي قامت الحكومة أيضا بالجهة المقابلة بطبيعتها، وبالتالي تكون التهمة ملتصقة تماما بالحكومة، وهذا ربما يفسر لماذا قام البنك المركزي عقب طباعته للفئة المذكورة بتوضيح عدة وسائل لتنبيه المواطنين كيفية التمييز بين ما إذا كانت هذه الفئة مزورة أو لا. بطبيعة الحال الحكومة يمكن لديها بعض الخيارات وإن كانت محدودة، لأننا نتحدث عن حكومة لا تمتلك السيطرة الكاملة على كافة الأراضي اليمنية، وبالتالي ربما تكون العمل الأول أو الخطوة الأولى هي أولا التنبيه الإعلامي أو التثقيف الإعلامي بهذه المشكلة وتنبيه المواطنين للتنبه لها، هذا أولا. ثانيا التحقيق مع الأشخاص الذين أو يقفون وراء عمليات إدخال هذه الشحنات من الأموال المزيفة ومحاولة معرفة من الشخص الذي يقف وراءها بالضبط، هذا ربما يضمن أيضا فرض عقوبات معينة على أي شركات أو أموال أو أصول مختلفة ربما تتبع له من قريب ومن بعيد، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا يمكن للحكومة فرض المزيد من الرقابة وعلى المنافذ، و ربما هذا الأمر يعني بالشراكة بين الحكومة والتحالف من أجل مكافحة هذه النقطة أو هذه الجريمة، هذه هي جريمة في نهاية الأمر تؤدي إلى تدمير واسع للاقتصاد وتؤثر على المواطن اليمني، وهذه المسؤولية يجب ألا تتهرب منها الحكومة. أشكرك جزيلا الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، كنت معنا من إسطنبول. أختم مع دكتور محمد جبيح. دكتور محمد، ونحن نتحدث عن تبعات وتأثيرات هذا الإجراء وتزوير العملة اليمنية، إلى أي حد هذه التحركات الدولية هي قادرة على فعل شيء، وماذا بيد الحكومة الشرعية والتحالف العربي فعله لوقف تأثيرات وتبعات هذه الخطوة أو الحد منها على الأقل؟ يعني التحالف العربي طبعا قام خلال الفترة الماضية أو المملكة العربية السعودية أعلن عن وديعة مالية من أجل دعم العملة المحلية اليمنية التي تتهاوى في مقابل الدولار، ولا شك أن التهاوي يعني ربما يفسر في سياق مثل هذه العمليات من
غسيل الاموال، تبييض الاموال والعمله المزوره التي تدخل الى البلاد. لكن ما لم تكن للحكومه الشرعيه يعني سيطرتها التامه على البنك المركزي اليمني، وما لم يكن ايضا البنك المركزي اليمني يعني يحظى بثقه المؤسسات الدوليه، سواء كان مؤسسات في البنك الدولي والنقد الدولي او كان مؤسسات دوليه في البنوك الكبرى في العالم غير البنك الدولي، ما لم يكن تكون هذه الثقه موجوده، فاعتقد ان الحكومه الشرعيه لا تملك على المستوى المالي والمحاسبي لا تملك اي امكانيه للتحكم في هذه المساله، الا ان كان اذا ما اردنا ان نقول ان هناك امكانيه ان يكون هناك نوع من التحكم في المنافذ البريه والبحريه التي يمكن ان تدخل عن طريقها هذه الاموال. وهذا ايضا يعني اداء الحكومه الشرعيه للاسف الشديد ضعيف في هذا الجانب، وبالتالي هي لا تستطيع التحكم بكميات الاسلحه التي تصل الى البلاد عن طريق التهريب، ولا التحكم في الاموال المزوره التي ايضا تصل الى مناطق الحوثيين. بالاضافه الى ان طبعا شواطئ البلاد واسعه والحدود البريه ايضا كذلك ممتده، وحتى الصحارى الموجوده داخل البلاد، هذه كلها بيئه مناسبه لعمليات التحريض المختلفه، سواء كان سلاح او اموال حقيقيه او اموال مزوره. الاشكال الحاصل الان ان البلاد تتجرف من الداخل، بمعنى ان الاموال الحقيقيه من عمله صعبه ومن اموال حقيقيه يمنيه يسحبها اصحاب رؤوس الاموال واصحاب الاعمال، يسحبونها خارج البلاد بعد ان غادروا وتركوا البلاد التي لم يعد لها مجال الاستثمار في الوقت الراهن، وبالمقابل تتدفق هذه الاموال المزوره مقابل خروج الاموال من العمله الصعبه من البلاد. هذا يعني ان الوضع معقد. و طيب دكتور محمد، اذا كانت ايران تبرع في هذا المجال في موضوع التزوير في حربها في المنطقه وتدخلاتها، هل مؤيدي الشرعيه وداعميها، ونقصد هنا التحالف العربي، هل هم قادرين على مواجهه هذا؟ وطبعا من حق الحكومه اللجوء للقضاء الدولي في حال يعني ثبت البراهين وجود هذه العمليه، طبعا هذا حقها، يعني هذا يعتبر من الاعتداء على السياده، الاعتداء بطبع العمله المحليه او العمله الوطنيه لدوله ما، يعد اعتداء على سياده الدوله، لانه طبعا لهذه العمله والعمله جزء من سياده الدوله، هي كالارض كالبحار كالاجواء، وما تم بالفعل هو يعد اعتداء. لكن يعني الحكومه الشرعيه اذا ما اردنا ان نقول فانها لم تستطع ان توقف الاعتداءات المتكرره من تهريب الاسلحه ومن تدخل السافر في شؤونها، ناهيك عن طبع اوراق نقديه مزوره هنا وهناك. أشكرك جزيلا دكتور محمد جميح الباحث السياسي، كنت معنا من لندن، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، في أمان الله.